السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة حبايبي عندنا وصفتنا النهاردة محشي. احنا عندنا النهاردة حفلة محشي، عندي كمية حلوة من الكوسة، كله طالب النهاردة كوسة، فقلت ايه هركز مع الكوسة شوية، وعندي شوية كرومب اهو. احنا كل حاجة مجهزينها، الكوسة مقوراها وعاملاها كده مشرشراها بالسكينة المشرشرة، ممكن تعمليها كده او تعمليها بشوكه وغسلها وحطاهم كده كافيهم كده علشان يصفوا اي ميه فيها. كلها جاهزه اهي الحمد لله. وهنعمل معاها كمان فلفل، في فلفل اهون. الرز هنا غاسلينه اهو، غسلاه وسايباه يتصفى. وعندنا هنا كميه محترمه من الخضره، الخضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره. حطي خضرة على قد ما تقدري، المحشي بيحب الخضرة، انا بحب اكترها بس هي عموما بتدي طعم جميل جدا. نروح بقى نشوف الصلصة بتاعتنا. نشوف النار على النار حبايبي، الصلصة حبايبي اهي، معلش فاتني بس تحمير البصلة، انا حمرتها والبصلة لما اصفرت كده وبقت حلوة حطيت الطماطم لحد ما اتسبكت. انا عايزة اقول لكم انا حاطة على الصلصة دي زي ما عودتكم، حاطة بنجر وحاطة فلفل احمر مفروم، البنجر بيدي لون جميل، وحطت كمان صلصه علشان المحشي بيحب ايه الصلصه الكتير. وكمان هنعمل معاه لحمه مفرومه هنا هي مع الصاجها، وحط عليها معلقتين صلصه من الصلصه اللي انا عاملاها وانا بعصقها. تمام كده حبايبي. ولو انت عايزه تعرفي اللحمه تعصيج اللحمه بالتفصيل انا عاملاها على القناه، هحط لك لينك الفيديو في صندوق الوصف. كده خلاص حبايبي، كده الصلصه خلصانه. هقولك بقى على سر يخلي بقى ايه المحشي ده له طعامه بقى ايه ملهاش حل كده، ويرجعك كده الايام زمان زمان زمان. بصي انا بجيب حته ليا وبحمرها بسيحها وبحطها في التسبيكه، يعني انا حطيت هنا حته مع اللحمه وحطيت هنا وانا بعمل حته ليا. الليا دي بقى تديكي ريحه وطعم بتاع زمان كده، لما يجي كده ايه يا بنوته يا صغيره كده انت لسه متجوزه ويقول لك لسه انا عايز اكل محشي زي بتاع امي، ده سر امي، ده السر اللي بيدي للمحشي طعامه وريحه كده جميله جدا جدا. جربي كده اللي هي جميله جدا حبايبي. وما هيش مضره ولا حاجه، ده سبحان الله، ده ربنا يعني كل حاجه خلقها لنا، يعني ما بتضرش، بس خدي كل حاجه بقدر، يعني ايه بمقدار كده. تعالي كمان اقولك على سر خلطه المحشي. وانا بنحطه كده الاول نحط كل حاجه على بعضيها، نحط الصلصه ونحط الخضره ونحط اللحمه وكل حاجه على بعضيها، وانا اقول لك على السر بقى اللي هيخلي المحشي بتاعك كمان طعمته ملهاش حل. يلا نحط بقى كله على بعضيه واقول لك عليه. كده حبايبي حاطين الصلصه وادي اللحمه وادي الخضره، السر بقى هنا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه؟ دي خلطه من البصل والفلفل، والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وعليها التوابل، فرماهم فرم ناعم. ليه ناعم؟ علشان ايه يدوب كده مع خلطه المحشي، فلفل اخضر وفلفل احمر والبصل، وعليهم التوابل بتاعتنا، التوابل اللي احنا متعودين عليها اللي قلت لكم عليها، اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وكزبره ناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكزبره ناشفه، وحاطه كاري، حاطه كاري. التوابل بتاعتك اللي انت متعوده عليها، بس اهم حاجه اللي هي الزياده اللي هي اللي احنا بتدي طعم جميل، اللي هي الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه مع المحشي بتدي طعم جميل، وكمان الكزبره الخضراء انا حطاها هنا خضراء اهي، بتدي طعم جميل برضه. كتري الخضره ما تخافيش منها، هي في المحشي ما بتبانش بس بتدي طعم جميل. يلا حبايبي كده نلف خلطتنا كلها. يبقى السر قلت لك زي ما قلت لك هي التتبيله دي، التتبيله دي نعميها، عايزه تحطيها خشنه براحتك، بس انا بحب احطها ناعمه بتدوب كده في المحشي وما بتبانش، لان انا عندي ايه في عندي ولادي ما بيلاقوا البصل بيقعدوا يطلعوا فيه صغيرين كده فبيتضايقوا منه، فانا بدوبها كده بخليها مش باينه خالص، بس هي لما بتدوب بتبقى افضل بكتير من ان هي تبقى قطعه. دي سر
تخلي خلطة المحشي جميلة. جربيها كده حبيبتي بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. يلا نلف الدنيا بقى كلها مع بعضها كده ونشوف هنحشي ازاي. جهزنا بقى حلة المحشي. انا عايزة اقولك ان فرشة تحت هو ده عروق الكرنب اللي انا مطلعاها، بفرشها تحت في الارضية كده واحط عليها ورقة خضراء من على وش الكرنبة علشان ايه المحشي كله يبقى ايه بخيره وما فيش حاجه تلزق. وكمان دي حله الكوسه برضك نفس الحكايه، حطيت فيها قلب الكوسه اللي انا مطلعاه ده، قلب الكوسه حطيته وفرشتها برضك عليه ورقه خضراء علشان الكوسه كلها تبقى كلها ما فيش حاجه تلزق منها في الحل. دي الحله، دي حله علشان الكرنب، دي الحله اللي انا كنت عامله فيها الصلصه، فطبعا فيها ايه على جدرانها لسه صلصه علشان يعني ده هينزل مع السوا. انا عايزه اقول لك ان انا شايله معلقتين شويه صلصه كده هما لوحديهم علشان دول احطهم في الشوربه وانا بسويها، تدي لون كده وطعم جميل. نبدا بقى بالكوسه الاول حبايبي، هنحشي الكوسه الاول حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لك بس ما تمليش الكوسه قوي علشان ايه المحشي بيزيد، الرز بيزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبي كده شوية علشان ايه يزيدوا في هيزيدوا بعد كده في السوا. يلا عشان ما اطولش عليكم بقى اكمل انا حشوها وارجع لكم بعد ما اخلص الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا حبايبي الكوسة هون ونبدأ نحشي في الكرنب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحشي كده هون، نجهزه كده معانا كده صوابع يعني ايه قطعيه بالحجم اللي انت عايزاه بس هو ايه وسط كده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفيها كويس عشان ما تفكش منك في السوا، يعني تحطي شويه كده رز كده جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لفي بس ابرميها كويس كده اهون علشان ايه ما تفكش وانت بتسويها. نحطها في الحله هنا اهو، تعالي كده الحله زي ما قلت لكم حاطه فيها في الارضيه العروق الكرنب مخرطاها صغير. اخلص لف بقى حبايبي ونرجع نسويه مع بعض سوا. ودي حبايبي كده حله الكوسه كده نعلق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاملاها عاده كنت بعمله وهو واقف كده بس عشان انا عندي كميه فعاملاها كده بالشكل ده، مش هيجري له حاجه ما تخافيش. وحاطه الفلفل في النص كده عشان هو بيستوي يتوزع في كله. هنجيب بقى شويه ميه مغليين، طبعا انا عشان عامله لحمه مفرومه هحط ميه. عندك شوربه حطي بردك مفيش مشكله، نحط عليها معلقه صلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوبها كده اهو وحطي فيها شويه توابل من اللي احنا حطيناها، ملح وفلفل وكزبره ناشفه وبهارات، كل الحاجات دي احنا حطيناها مع بعض في الصلصه. نحط تاني في الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكوسة ما تحطيش، خدي بالك ان ميتها بتبقى قليلة خالص لان الكوسة بتنزل مية. بسم الله. نزود كمان شوية، ما تبينيش المية خالص كده، الكوسة بتنزل مية. لو انت زودتي المية شوية مش باينة خالص، اهي المية مش باينة خالص من جوه يعني مش عايزه اشيلك واحده كده مفيش ميه، الكوسه بتنزل ميه يكاد يكون مفيش ميه، شايفين؟ لانها بتسرب ميه، بتنزل ميه كتير. نعلق بقى على الحله التانية. طبعا دي الحله دي هتصفط شويه، انا مش مقللها طبعا عكس الكرنب. انا هوريكم دلوقتي شكل الكرنب ازاي، الكوسه بتصفط في الحل يعني شوفي انت شايفاها مليانه ازاي، ولما تستوي هتشوفي بقى شكلها ايه. نروح نعلق بقى حبايبي على الكرنب. اي حبايبي شايفينها صفطت ازاي، الكوسه بتقل. نحط بقى عليها ايه معلقه سمنه بلدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ون ايه ونهجي، نحط الشريطه تحتها ونهجي عليها. الكوسه قلت لكم اهي بتخس لسه الميه وبتصرف لانها بتسرب ميه. نغطي عليها بقى خالص كده وعلى نار هاديه ونسيبها تستوي. وادي الكرنب كمان حبايبي خلص اهو. شوفي الحله سيبي مسافه كده ما تمليهاش للاخر عشان الكرنب بيزيد.
هنجيب بردك نفس الطبق ونحط فيه صلصة والتوابل بردك كلها. ملح وفلفل وبهارات وكزبرة ناشفة، كل التوابل اللي حطيناها على المحشي نحطها تاني في الشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. مية الكرنب بقى شايفة يعني يا دوبك كده، تشوفيها بس بعينيك ازاي بس كده شوية. بس ما تزوديش عن كده، مية الكرنب تشوفيها بعينيك كده اهو، علشان الرز ما بيستحملش مية كتير لانه بيبقى في الصلصة شارب من الصلصة. وبردك لما تغلي وتنشف تحطيها تحت الشياطة وتحطي عليها معلقة سمنة بلدي وبالهنا والشفا. يلا حبايب بايك بقى الحلة الجميلة دي. اللي ما اشتركش يلا ينزل اشترك في القناة عشان يعمل متابعة عشان يوصل له كل جديد. استنوني بقى بعد ما تطلع الحلة. وده احبابي شكل المحشي بتاعنا، وكانت وصفتنا النهاردة حبايبي من المحشي. جربوها بالطريقة دي اللي هي بتديلها ريحة تانية خالص وطعم جميل جدا جدا، ريحتها ولا الكباب حقيقي بجد، طعمها بيخلي طعم المحشي تحفة. جربوها كده حبايبي. اللي بتقول يا عم ما بتحبهاش، ما تقولش ما بتحبهاش قبل ما تجربها. لو جربتوها بالطعم ده وباللية دي حبايبي مش هتبطلوا تعملوها، تحفة فعلا، تحفة تحفة تحفة، وبترجعك كده لأيام زمان والمحشي بتاع زمان. جربوها حبايبي. والتتبيلة اللي أنا عملتها دي برضو بتخلي المحشي طعمه حكاية، ما بتحتاجش حتى شوربة. أتمنى تجربوا الوصفة بالطريقة دي حبايبي، وتقولي في الكومنتات كان رأيكم فيها إيه. وما تنسونيش بقى من اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واعملوا متابعة عشان يوصلك مني كل جديد، واستنوني في وصفات تانية كتير. مع سلامة الله.